عشان نتعرف منها على آخر المستجدات الخاصة باستعدادات أكيد فريق الكرة الطايرة سيدات والجهاز الفني والإداري، وأكيد لو عندك أي جديد يا سلا تفضلي. برحب بيكي طبعا زميلتي مريم، وبالتاكيد يعني برحب بيكي وبرحب بضيوفك الكرام وكباتننا الكبار في الاستوديو، طبعا كابتن محمد صلاح والكابتن يسرى عبد الكريم، وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وزي ما انت قلتي طبعا زميلتي مريم حقيقه انا متواجده من ارض الملعب لمباراه اليوم في صاله الدكتور حسن مصطفى في مدينه السادسه من اكتوبر، عشان انقل لحضراتكم طبعا كل الاجواء هنا والاستعدادات سواء فريق النادي الاهلي او فريق نادي الزمالك طبعا في المباراه النهارده وثالث مباراه في سلسله ذا بيست من الدور النهائي لبطولة الدوري العام للكرة الطايرة سيدات. يمكن طبعا خليني سريعا يا مريم يعني اطلعكم على كل الامور هنا واستعدادات الفرقتين. طبعا خليني ابتدي بفريق النادي الاهلي وتحت قيادة المدير الفني طبعا كابتن ابراهيم فخر الدين. يمكن طبعا خليني اقول لك يا مريم انه كابتن ابراهيم فخر الدين يمكن استعد مع يعني فتيات الذهب بشكل طبيعي جدا. طبعا الاستعدادات كانت زي كل مباراة، يمكن المباراة الاولى زي المباراة الثانية ايضا زي المباراة الثالثة، ولكن طبعا مع اختلاف يعني بعض الامور زي طبعا التركيز بزياده، تركيز اكتر في مباراه اليوم اللي تعتبر طبعا المباراه الفاصله والمباراه الاهم للتحديد طبعا من هو بطل الدوري لهذا الموسم. يمكن كمان خليني اقول لك انه الفريق النهارده اتمرن قبل الافطار لمده ساعه من الساعه 4 للساعة 5 طبعا قبل بدء المباراة اليوم، وكمان كان في محاضرة فيديو ميتنج يعني قبل الإفطار وبعد يعني وجبة الإفطار، كان في محاضرتين فيديو ميتنج ما بين الكابتن إبراهيم وجميع اللاعبات طبعا للحديث عن مباراة اليوم، ويمكن كمان الحديث أكتر عن الأخطاء اللي وقعوا فيها يعني لاعبات النادي الأهلي في المباراة الماضية وطبعا تصحيحها وعدم تكرارها في هذه المباراة طبعا نظرا لأهمية المباراة اليوم وتعتبر هي المباراة الفاصلة. كمان يمكن خليني أقول لك إنه القائمة بالنسبة لفريق النادي الأهلي هتكون نفس القائمة زي المباراة اللي فاتت، يمكن طبعا البداية مع آية الشامي، شروق فؤاد، وطبعا محترفة النادي الأهلي تيتيانا بوكان، ندى وليد، دعاء محمد، دعاء الغباشي، مي غزال، آية خالد، ميار خليفة، ندى حمدي، ومريم ثروت، سارة أمين، علياء هاني، ونهال جمال. يمكن طبعا دول اللاعبات ال 14 لاعبة اللي هيكونوا في قائمة لمباراة اليوم، وطبعا يمكن كمان اللاعبات اللي هيكونوا بره السكور شيت هم نفس اللاعبات، ثلاث لاعبات سهيل وفي طبعا بسبب اصابتها سبرين انكل من الدرجه الثانيه، وكمان سلمى يوسف بسبب يعني اصابه في الغضروف، وزينه العالمي بسبب طبعا التوقف من قبل الاتحاد المصري للكره الطايره. دول ثلاث لاعبات اللي مش هيشاركوا في مباراه اليوم. كمان خليني اقول لك انه قرر كابتن ابراهيم فخر الدين انه التمرين من الساعه 4 للساعه 5 ما كانش على نفس الصاله دي صاله الدكتور حسن مصطفى، ولكن كانت على صاله نادي 6 اكتوبر في اكتوبر طبعا. يمكن يعني قرر القرار ده طبعا حرصا على يعني التعليمات والتدريبات طبعا اللي يعني الكابتن ابراهيم بيشتغل فيها او عليها مع جميع لاعبات النادي الاهلي، فقرر يمكن التمرين النهارده يكون في سريه اكتر او بعيد طبعا عن الانظار. يمكن خلى التمرين بره الصاله دي في صاله نادي 6 اكتوبر. يمكن كمان على الجانب الاخر نادي الزمالك وتحت قياده الكابتن حسام شكري يمكن استعدوا ايضا بشكل طبيعي جدا، وكان تمرينهم من الساعه 10:30 للساعه 12، وكان برده عندهم محاضره فيديو ميتنج قبل الافطار. ويمكن كمان جميع اللاعبات هم ال 14 اللعبة زي ما هم في القائمة، ندى مرجان، مريم متولي، والمحترفة البرازيلية ملكة، أيسل نديم، مايا ممدوح، فريدة هشام، وصابين حسن عابد، ياسمين نوح، نوران أحمد، مريم مصطفى، دانا شوقي، وهنا الحسن محمد، نور إيهاب عزمي، داليا المرشدي. يمكن دول ال 14 لعبة إن شاء الله اللي هيكونوا في قائمة نادي الزمالك اليوم. طبعا ان شاء الله يعني بالتوفيق للنادي الاهلي النهارده يا مريم، وان شاء الله نكون معاكي يعني بعد المباراه على الهواء مباشره ونحتفل بتتويج يعني لاعبات النادي الاهلي بالدوري اليوم. طبعا زي ما انت شايفه يعني هنا عمليات الاحماء طبعا ورايا، ويعني الامور كلها بتقام على ما يرام قبل المباراه اليوم، وكمان النهارده المباراه ان شاء الله هتقام بدون حضور جمهور، تقتصر فقط يعني طبعا الاهالي من نادي الاهلي او من نادي الزمالك، وبالتاكيد اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي ونادي الزمالك. بالتاكيد معاكي يا مريم لو في اي سؤال، ولا انا عاوده مره اخرى الاستوديو طبعا الكلمه ليكي، تفضلي. شكرا ليكي جدا زميلتنا طبعا سالة حامد من أرض الملعب.